اسمحوا لي ان انا ارحب بيكم جميعا مره تانية. والحقيقه خلينا اتكلم على مقدمه خاصه بجائحه كورونا. والحقيقه هو تحدي عظيم قابل الانسانيه في العصر الحديث. والحقيقه ايضا انها شكلت يعني تحديات مركبه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه كبيره جدا جدا خلال الفتره اللي هي فتره السنتين اللي مروا دول. احنا دايما نقول ان في كل محنه تولد منحه، لان طبعا التداعيات اللي افرزتها الجائحه حتى الان، احنا بنتكلم على توقف قطاعات كامله خلال السنتين اللي فاتوا في كتير من الدول. في دول عملت اغلاق كامل لكل المناحي الحياه اللي عندها، في قطاعات توقفت تماما زي قطاع النقل والطيران والسياحه يمكن، وقطاعات اخرى تضررت بشكل او باخر. كنا متصورين ان حجم الضرر هيبقى عده الاف، انا بتكلم على الخسائر سواء كان بالاصابات او من خلال من يعني فقدناهم في العالم كله. قلنا هيبقى عده الاف، فوجئنا ان هم الاصابات بتتجاوز الملايين ثم عشرات الملايين ثم مئات الملايين. نفس الكلام بشكل او باخر كان بالنسبه لي من يعني فقدناهم في الجائحه، برضو بنتكلم على عده ملايين. طيب في مصر احنا الموقف كان عامل ازاي؟ عشان نتكلم على الظروف اللي مرت بمصر ومجابهتها لهذا الامر، لازم اتكلم عن موضوعين مهمين قوي، موضوع خاص بقطاع الصحه وموضوع خاص بالاقتصاد.